الموسم العاشر عبقرية المدارس ومباراة مهمة في دور الـ 32، وأفكركم بالنتيجة. ستيم المعادي 70، إبراهيمية الشرقية 40. والإبراهيمية الشرقية حصل عندنا تغيير، أحمد محي نزل مكان أحمد محمود. وفي مدرسة ستيم حصل عندنا تغيير، أنا أحمد رجعت مكان نادين الصياد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط بسملة وزياد، زياد وبسملة. وزياد انت اللي هتبتدي الأول. بسملة فضلي عن سليم، هتسمع أغنية وترجعي لنا تاني. تعالى يا زياد مكاني. زياد خليك على الكاونت بكل تركيزك معايا، حاول ما تضيعش أي وقت، اتفقنا؟ شال نطمن على بسملة. تمام. تحت ضغط كاونتر. من هو شاعر العامية المصري الراحل الملقب بالفاجومي؟ بص، كم عدد لاعبي كرة اليد الأساسيين في الفريق الواحد؟ صح. ما هي العملة الرسمية لدولة النمسا؟ يورو. صح. من هو أول عالم عربي يشرح تركيب العين؟ ابن الهيثم. صح. ما هو عدد حروف كلمات امتحانات؟ بص، ما هو نظام الحكم في دولة إيران؟ جمهوري. صح. معدن ناتج عن خلط النحاس مع القصدير، فما هو؟ البرونز. صح. ما هو اسم أول قمر صناعي عربي تم إطلاقه؟ سلسل. غلط. ما هي عاصمة دولة هولندا؟ أمستردام. صح. شقابيب هي رواية الكاتب مصري راحل، فمن هو؟ حسين عبد القدوس. غلط. كنت عايز أعيد لك سؤال تاني، كنت بحاول ألحق، ملحقتش، توترت فيه. اتفضل سليم، عايزين بسملة تنضم لينا. ست إجابات صحيحة بـ30 نقطة يا بسملة تعالي مكاني. زياد جاوب على 6 أسئلة من 10، أنا قلت 10، هو قال باس على 2، بس يا زياد كويس مش وحش. جاهز يا بسملة؟ جاهز إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. من هو شاعر العامية المصري الراحل الملقب بالفاجومي؟ أحمد فؤاد نجم. صح. كم عدد لاعبي كرة اليد الأساسيين في الفريق الواحد؟ 6. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة النمسا؟ كرونة. غلط. من هو أول عالم عربي يشرح تركيب العين؟ ابن سينا. غلط. ما هو عدد حروف كلمة امتحانات؟ 8. صح. ما هو نظام الحكم في دولة إيران؟ ملكي. غلط. معدن ناتج عن خلط النحاس مع القصدير، فما هو؟ بس. ما هو اسم أول قمر صناعي عربي تم إطلاقه؟ مانشيت. غلط. ما هي عاصمة دولة هولندا؟ أمستردام. صح. شقابيب هي رواية الكاتب مصري راحل. أحمد خطفي. مش هقدر أحسبها للأسف الشديد يا بسملة، مش هقدر أحسبها. تفضلي مكاني. الرابعة دي انت قلتي احمد فؤاد نجم، وبعدين رجعتي قلتي احمد خالد توفيق، كان الوقت خلص. صح ولا غلط؟ صح. كم اجابة صح؟ 3. 3 اجابات صحيحة ب15 نقطة، وهتدي 10 نقط هدية لزياد. اتفضلوا كلنا نحيي زياد وبسملة. اتفضلوا زياد، تألقت وغيرت النتيجة. تعالوا نشوف الاسئلة اللي ما تجاوبتش. ما هو اسم اول قمر صناعي عربي تم اطلاقه؟ عرب سات. شقابيب هي فعلا لحمه خالد توفيق. بسمله هارد لك، كنت بتحاولي تجري بس للاسف الشديد الوقت كان خلص. بس انا بقى مستغرب من كام سؤال، يعني من هو اول عالم عربي يشرح تركيب العين؟ حسن بن الهيثم. بسمله كنتوا كام؟ 70. 70 و15 85. زياد كنتوا كام؟ 40. وكم اجابه صح؟ 6. 6 ب30 نقطة و10 نقط دي بقيته 80. 80، يعني رجعتوا تاني في المباراة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، أمنية وزياد. تفضل زياد وأمنية، وهنشوف الهدف الأول لصالح مدرسة مين. أمنية، أنت عايزة تدخلي بايوميديكال انجينيرينج. اخترتي التخصص ده ليه؟
عشان ريسيرشنج في مجال الطب والصيدلة متأخر جدا عن مجالات زي التكنولوجي والإنجينيرينج، لأن هو الأبحاث في المجالات بتاعة الطب والصيدلة بتتكلف مليارات عشان يقدروا يطلعوا منتج واحد ممكن هو يكون بيشتغل. ففكرة إن احنا نوظف حاجات مجالات ممكن الريسيرش بتاعها بيتطور بسرعة عشان نحل مشاكل موجودة في الطب والصيدلة، فهو ده السبب إن أنا كنت عايزة أتخصص في المجال ده. قولي لي، بتكتبي مقالات عن ايه؟ مثلا لو في قضية معينة انا عايزة اتكلم فيها، غالبا بميل ان انا اعبر عن رأيي بالكتابة اكتر من ان انا اقوله، لان بحس طيب احنا عايزين نعرف رأيك كتابة عن العباقرة ان شاء الله. ايه رأيك تكتب لنا مقالة عن العباقرة ان شاء الله؟ اتفقنا؟ ان شاء الله. جميل جدا. جاهز يا زياد؟ ان شاء الله. سؤال الاول، قدرات ذهنية، حل المسألة الاتية: 22 زائد 33 زائد 44 زائد 55 زائد 66 يساوي كام؟ إجابتك 210. 210 إجابة خاطئة. أديكي فرصة ثانيتين يا أمنية. إجابتك 165. إجابة خاطئة. ازاي انتوا الاثنين مش عارفين تجاوبوا سؤال سهل زي ده؟ 218. في حد جاوب السؤال ده؟ 220. بالظبط كده، الاجابه الصحيحه 220. اتفضل. بسمله واحمد محي. احمد محي وبسمله. السؤال الثاني، فنون، من هي الفنانه التي قامت بدور نبيله في مسلسل الحقيقة والسراب؟ سمير خشاب. إخراج مجدي أبو عميرة، مسلسل حلو جدا. وبسملة إجابة صحيحة. ومن بطولة يوسف شعبان، برافو عليك يا بسملة، أول هدف لستم، هدف بلا مقابل. آن وسارة، سارة وآن اتفضلوا، وآن معاكي هدف. لو جاوبتي صح رجعت 25. سارة ما عندكيش اختيار غير انك تتعدلي. سارة عايزة تبقي دكتورة أطفال زيك زي بسملة زهران. انتوا الاتنين نفس الحلم، بسملة زهران وسارة الاتنين عايزين يبقوا دكاترة أطفال. ليه يا سارة دكتورة أطفال؟ أنا عامة حابة مجال الطب، فأنا عاوز أخش أي حاجة في الطب. التخصص اللي عاجبني الأطفال، لأني بعرف أتعامل مع الأطفال، عندي صبر معاهم. الأطفال طبعا دايما بيشتكوا، محدش قادر يفهم هما بيشتكوا ليه، صح؟ انا بقى واقفه اتعامل مع الاطفال. جميل جدا. وانت يا بسمله قولي لي، عايزه تبقي دكتوره اطفال ليه؟ تمام. هو في البدايه من وانا صغيره بحب جدا الاطفال وبحب اقعد معاهم، حتى وانا كبيره كده بحب اقعد معاهم جدا. عايزه ان شاء الله اعمل مركز متخصص لعلاج الاطفال، ويبقى متخصص بكل الاطفال من هما صغيرين خالص يوم لغايه ما يبقوا ان شاء الله. حلم عظيم ومحدش عارف، ممكن انتوا الاثنين تشتغلوا فيه سوا مع بعض. آن وسارة، سارة وآن. سؤال الثالث، رياضة، من هو الغواص المصري صاحب أعمق غطسة في تاريخ البشرية؟ دخل موسوعة جينيس، نزل لعمق حوالي 332 متر. لازم تكونوا عارفينه. نحيي كلنا البطل المصري أحمد جبر. تفضل. سؤال الرابع، بسملة وإيمان، إيمان وبسملة. لو بسملة جاوبت تاخدي 25 نقطة. خلاص، ما عندكيش يا إيمان اختيار غير إنك تتعادلي. إن شاء الله. حتى لو بسملة ما جاوبتش هترجع ب 25 نقطة، فأنت لازم تجاوب. إن شاء الله. اتفقنا؟ سؤال الرابع، جغرافيا، في أي دول أمريكا الشمالية تقع بحيرة الدب العظيم؟ كندا. رابع أكبر بحيرة في أمريكا الشمالية وكندا. إجابة صحيحة. الهدف الثاني بسملة، برافو عليك بسملة، رجعتي بالهدف الثاني و25 نقطة لستم المعادي. ستم المعادي 110، الإبراهيمية بالشرقية 80. التوتر مؤثر على أداء المدرستين.
كان في ضغط كبير لما نزلت اول سؤال في ضربات الجزاء. بسمله خطفت مني البازل عشان هي شاركت كذا مره في العباقره وعندها خبره اكتر مني. انا كنت شايف الماتش ده هيبقى ماتش صعب. حسبت السؤال ده غلط بسبب ان انا اتوترت. الحمد لله ربنا كرمني وقدرت اجاوب السؤال واعوض اللي حصل تحت الضغط. اجابه صحيحه. حاجة الحظ ممكن يبقى ليها دور كبير جدا. لسه في امل ان شاء الله. المباراة لسه في الملعب. ليه؟ النتيجة قريبة. سؤال واحد ب30 نقطة تتعادلوا تاني. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 160 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 380 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.